معانا برضو، لا مش السويسي ده، معانا برضو حلوفة. أول حاجة معانا النهاردة إن شاء الله. ما هو معايا من خلاص تنفضها معايا صلى على النبي. صلى على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الصلاة على النبي عم خالد حبيبي. اه عم سامي حبيبي العب يا حداد. صلى على النبي. صلى على النبي ما شاء الله. صلى على النبي اهو هجوم الدنيس يا رجاله. صلى على النبي اهو بتاع البوله الموز الخيار. يا حلاوتك يا كبير والحداد المركب ولعت يا جدعان. هجوم دينيس يا جدعان. صلي صلي ما شاء الله. يلا على النبي. يلا يا حاج. صلي على النبي. دينيس على المصران اهو يا شباب. ما يعرفوش المصران. ايه المصرون ده بقى يا شباب؟ اهو اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شبابنا عاملين ايه؟ يا رب يكون السلام عليكم. يا عم استنى دي هتعرفوا ايه. الله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مسا ان شاء الله. بصوا يا شباب احنا النهارده ان شاء الله رحله جديده ان شاء الله، طالعين من ميامي باذن الله على تصعيد على الدنيس. هنخرج من هنا من ميامي ان شاء الله، هنتجه ان شاء الله في الشرق ناحية أبو قير والمعمورة. هننزل على أرض اسمها أرض الدنيس أو أرض حصوة. تمام إن شاء الله. إن شاء الله يكون فيديو كويس نطبق فيه كل الكلام اللي قلناه على الدنيس قبل كده بإذن الله. بإذن الله ومشيت. وإحنا النهاردة إن شاء الله هنطلع لكم دلوقتي صورة، الصورة اللي هتطلع ديت للنشرة بتاعت النهاردة. هو الريح المفروض ان هو من 15 لحد 20 باذن الله، ولكن هو البحر من متر ونص ل 2 متر، هو بيبقى عالي شويه على الناس اللي هي ايه مستجده، ويا عالم برضو احنا ممكن كمان يبقى عالي علينا احنا كمان يعني. طبعا معايا النهارده صحبه اخويا الحضراوي باشا. الله يخليك يا باشا. ملك الدنيس. الله يخليك يا باشا. الاخ مكاوي الحداد. نور عم سام. نور يا باشا. عم خالد. طبعا يا جماعه عم خالد هو اللي منظم الرحله عشان محدش يزعل مني ويقول لي انت ايه ما قلتليش ليه. انا طالع ضيف النهارده مع عم خالد طبعا، والنقيب بتاعنا عماد زيدان، ومعايا سمسم على التليفون اهو لسه جاي في السجام الضبعه. الراجل ده بيتعب يا رجاله. يلا يا سما اتاخرنا. سمسم يا جماعه في انتظار سمسم برضو ان شاء الله. ان شاء الله يبقى فيديو كويس باذن الله. خليكم معانا ودعواتكم كده بظهر الغيب ان ربنا يكرمنا باذن الله. دي اول رحله لينا طبعا على القناه من ميامي. تمام ان شاء الله. المفروض ان احنا متجمعين هنا عند بوابه سيدي بشر 2. هناخد المركب هيدخل لنا هنا على الطوب اللي انتم شايفينه ده كده. المركب هناخدها من هنا وهنطلع من الفتحه ديت. ان شاء الله هنروح ناحيه الايه الشرق باذن الله. الله كريم يكون فيديو كويس وخليكم معانا ان شاء الله. وصل الرحال الكبير اهو. والله العظيم هو ده الرحال بجد بجد يعني. انا بقالي 5 ساعات رحال. رحال. في الطريق. ده احلى رحال معايا في قناه رحاله والله يا جماعه. منوعات رحاله. جاي من الضبعه. من الضبعه. سامع رحال عشان يصطاد. يومنا جميل ان شاء الله. احنا في التاكسي كده يا جماعه ان شاء الله اللي هيوصلنا للمركب. هذا البنزين عامل عوام عايم. احنا ان شاء الله النهارده هنعرض العده بتاعتنا بس بطريقه مختلفه يعني. معانا الاخ محمد اهوت الاول بيجهز في اللنسه بتاعته اهوت او في الارمه بتاعته. السلاح اللي معاك كام يا حاج محمد؟ السلاح ده 4 ملوي. 4 ملوي برضه بالراجع نفس السلاح اللي احنا معانا اهوت ان شاء الله واشتغلنا بيه قبل كده. حبيبنا السلاح بتاعك ماشي. معايا الاخ برضو نفس محمد الباشا بعد اذنك برضو نفس السلاح اهو يا جماعه برضو الملوي ابو راجع ماشي. استاذنا السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ 3 كفته. الاسم بعد اذنك الاستاذ محمد فتحي مختلف شويه هيشتغل ب3 كفته. تمام بس ان شاء الله برضو هيغير يعني لو في اي حاجه كده. يا جماعه احنا مش مختلفين على السلاح النهارده باذن الله. لا انا مختلف. ايه انا مختلف. شغال ايه؟ طيب انا
السلاح بتاعك ايه؟ السلاح اللي انت اشتغلت المكنه دي يا جماعه ستة رفيع مش حاجه دي وروه لنا ماشي 8,000 290 جنيه السلاح اللي هتشتغل بيها حضراوي 10,300 جنيه ايوه يا حافظ ال 10,300 جنيه دي 290 جنيه 8,000 هو نفسه برضو يا جماعه السلاح الملوي ابو راجع بس هو 6 هتلاقي الاختلاف في الشركه بس ايوه يعني دوت هو بيعادل الخمسه معايا يا عم خالد 290 10,300 نفس القصه برضه يا جماعه ملوي بحلقه بس عم خالد من غير راجع كوري العلبه دي جميله ياباني بس نزل سعره للناس مش مختلفين كده يا جماعه لعده الدنيس ان شاء الله كده السلاح يعتبر كله ثابت كده ان شاء الله على المركب بحالها الناس دي طبعا احنا اول مره نتقابل معاها وبرضه لقينا ان السلاح اللي معاهم نفس اللي احنا شغالين بيه انا بالنسبه لي انا السلاح بتاعي برضه نفس اللي ايه اللي مع الشباب خليكم معانا يا شباب طبعا يا جماعه انا واخد معايا عود جر حاطط عليه مكنه ميتشل وحاطط عليه ربله جر وحاطط رصاصه فوق المضوه هنجريها ان شاء الله وانا ماشي كده لحد اما نوصل للارض اللي هنرمي فيها المخطاف او الهل ان شاء الله خير يعني باذن الله ماشي هنبدا نطلع ان شاء الله من الفتحه بتاعتنا البغاز اهي طبعا شايفين البحر عامل ازاي يعني بعد اذنكم يا شباب ادعمونا باللايك والاشتراك في القناه عشان القناه بتاعتنا تكبر وفي اخر الفيديو هيظهر لك فيديوهين فيهم معلومات كويسه جدا عن الدنيس يعني اللي حابب يزود معلومات عن الدنيس يخش على الفيديوهين دول وخليكم معانا ان شاء الله الفيديو هيبقى كويس اول استفتاح معانا اهو يا شباب الصلاه على النبي ما شاء الله الدنيس الحلوه ان شاء الله ثاني استفتاح معانا موزة يا شباب يا كريم يا رب استاذ خالد استاذ خالد بالصلاة على النبي اطلع 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 صباح الفل وشك استاذ خالد الله كريم ده ان شاء الله ثالث استفتاح يا جماعة الاستفتاح الثالث ده ان شاء الله ضرب حاجة حاج صلاح بسم الله ما شاء الله اهو ثلاثة في سبحة واحدة ما شاء الله حاج صلاح جاي يا كريم يا رب ومعانا ضربة مباشرة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم صل على النبي لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله موزه على المصرانه يا جماعه موزه داخله على المصران تمام يا كريم يا رب جت متاخر خالص في الليجس ها بسم الله ما شاء الله الله ينور يا ريس صلاة على النبي افهمها وانشرها صلاة يا موحى افهمها وانشرها افهم وانشر ونقول التمساح يا طباخ يا طباخ طباخ اكوا مارينا ها قديمه بقى انا قديمه اطلع يا عمدة الصلاة على النبي يا عمدة يا بتاع يا حلو يا عمدة صلاة النبي صلاة النبي ما شاء الله حضراوي صلاة
النبي ونظر دينيس يا كريم يا رب. اول شرغوش معايا اهو يا جماعة. الله كريم. صلاة النبي. ما شاء الله. حلاوتك يا ريس. هات هنا كده. صلاة النبي. بره ما حد سامع له صوت يعني. ما شاء الله. يا يا كريم يا رب. حبيبي جاي لك اهو يا ريس بيسو. ايوه فينك يا ريس؟ يلا خير ماشي. تعال تعال يا لعبك يا ابن جيتي. بسم الله ما شاء الله. الله ينور من الكوكب ما شاء الله. معاك حاجه؟ ايوه حداد. صلاة النبي يا حداد. منى بعد اذنك بص لنا هنا برضو بعد ما تخلص مع الناس. ما شاء الله حاج. بص لنا هنا. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك. ايوه استاذ خالد. هات هنا استاذ خالد. مين استاذ خالد بقى؟ احنا نعرفه استاذ خالد. استاذ خالد اللي احنا نعرفه يا جماعه. صلاة النبي. ايوه هلا مكاوي. صباح الفل. صور صور. صلاة النبي. صور برضه طالع اهو. يلا. صلى على النبي اهو. ميسيو رامي كده الاداء اعلى شويه. حلاوتك يا ميسيو رامي. ميسيو رامي. ايوه يا هندسه العب يا حماه. ماشي. الله ينور يا ريس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زي الجمبري يا جماعه. مين اللي عامل المصران ده استاذ عماد بعد اذنك؟ اللي عامل المصران ده واحد ابن حلال غول. سامع الخواله يا جماعه؟ اه ماتش يا جماعه مش مصران. ما هو داخل على المصران. معايا حلوف برضه اهو كده يا جماعه. صلاة النبي. ما شاء الله. المرافق يا جماعه في السريع يا جماعه. ما هو فوق باينه يا جماعه. حد يلومه بسرعه بسرعه بسرعه. صلي على النبي. الله خلصنا يومنا كده يا جماعه الحمد لله رب العالمين اهو. واحنا المفروض ان احنا دلوقتي ايه طالعين ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب. بس بالله عليكم لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعملوا لايك وتشتركوا معانا في القناه. كان معانا الناس الطيبه ديت برضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.